الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، الناس بيبعتوا يسألوا ويقولوا إحنا لما بنسمع نشرات الأخبار ولما بنقرأ عناوين الأخبار ونطلع على صفحات التواصل الاجتماعي بيجينا إحباط. فعلا بيجينا إحباط، الواحد مش عارف يعمل إيه. لما بيطلع على أحوال المسلمين في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي مصر وفي ليبيا وفي الدنيا كلها، أحوال هم، تقاتل ونزاع ودماء وتخلف اقتصادي وتخلف اجتماعي وغياب أمان وانحدار، والمسلمين أي ما تروح في حتة تلقى عندهم ضعف، وأنا مش عارف أعمل إيه. حتى في الأوضاع اللي أنا عايش فيها، في مزرعتي ولا في التجارة اللي أنا فيها ولا في المؤسسة اللي بشتغل فيها، شايف فساد كتير في الدنيا، وأنا مش عارف أعمل إيه بصراحة. أنا بيجيني إحباط، أنا لو قعدت سلمت نفسي للأخبار اللي بشوفها كل يوم هموت وأنا قاعد، بالفعل هيجيني اكتئاب حاد او اموت، لاني مش عارف اعمل ايه وحاسس بعجز شديد شديد. اعمل ايه؟ يا ترى القران عنده حل لمشكلتي دي ومشكله الناس كلها؟ هل احنا ممكن نعمل حاجه ولا ربنا حاسبنا عن كل ده؟ طب انا ههلك، انا بالفعل ههلك. اعمل ايه؟ اروح مع دول ولا اروح مع دول؟ اعين دول ولا ما اعين دول؟ وانا اصلا ضعيف وامكانياتي ضعيفه، ايه اللي ممكن اعمله علشان ربنا يرضى عني وعلشان ما بقاش مقصر وابقى انا نصرت ديني صح والتزمت بديني صح وما هربتش؟ يا ريت يكون في القرآن منهجية ولا قانون يحط ايدي على الحل، لان احنا الان في مأساة شديدة جدا. ولو قلت لنا على حل في القرآن او قانون في القرآن هتكونوا قدمتوا لينا إغاثة شديدة جدا، لان احنا في حاجة ماسة الى ضبط البوصلة مع ربنا سبحانه وتعالى حتى يخرج هذا العبء عن نفوسنا وقلوبنا. الناس بالفعل مش قادرين يروحوا، مش عارفين يروحوا فين يجوا منين، لغاية ما بتحصل حالة إحباط، حالة اكتئاب. تعال بنا نروح للشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين. فلما بيحصل عندنا الألم ده نروح نطلب الشفاء من القرآن، مش فلسفات ولا قوانين ولا أحزاب ولا تيارات، من القرآن. ونقول اللي احنا فيه ده القرآن وضع له قانون ولا لا؟ القرآن بقول مرة واثنين وعشرة، القرآن قوانين، إن التزمنا بالقوانين سعدنا في الدارين، وإن خالفنا القوانين لن نحصد إلا شقاء الدارين. ما فيش مفاصلة، ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا قانون، قانون لهذا العمل. أول نقطة في القانون، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ما هو أنت عايز تبقى سياسي وعايز تبقى إعلامي وعايز تبقى حقوقي وعايز تبقى عسكري وعايز تبقى عالم وعايز تبقى داعية؟ إيه نعم؟ إيه ده؟ لا، شوف ربنا أعطاك إمكانات إيه. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. اللي ربنا أعطاه علم شرعي يشتغل علم شرعي، اللي ربنا أعطاه إمكانات في الإعلام يشتغل في جزء الإعلام، اللي ربنا أعطاه إمكانات في العمل السياسي يعمل عمل سياسي، اللي ربنا أعطاه إمكانات في التربية وتعليم الناس وتزكيتهم يشتغل في التخصص ده، اللي ربنا أعطاه إمكانات في جزء الحقوقي بيشتغل فيه، اللي ربنا أعطاه إمكانات في تعليم الناس يعلمهم. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. لكن انت عايز تبقى كل حاجة، مش هتنفع في أي حاجة وهتخسر كل حاجة. قال صلى الله عليه وسلم: إن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. عايز تخلص كل حاجة، لا هتخلص كل حاجة ولا هتمشي ولا هتنجح. لذلك القرآن بعد ما قال لنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ما هو انت ربنا أعطاك تفكير أكتر من غيرك، وأعطاك خبرة في التخطيط أكثر من التاني، وأنت أعطاك خبرة في التعليم أكثر من غيرك، وأنت أعطاك خبرة في العمل الاقتصادي وأنت في العمل التربوي. دي طاقات وإمكانات ربنا هيسألك عليها، فارجع قول ربنا أعطاني إيه عشان أشتغل فيه، ده فرض عين عليك.
تفصيل الدين بقى في القانون اللي جاي. القانون اللي جاي اعطانا مثال في اروع ما يكون، يقول تعالى في اخره: كذلك يضرب الله الحق والباطل. عايزك تركز معايا شويه. قال تعالى: انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها. ادي النص الاول، انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها. تحتيها برضو: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع. بقى عندي نموذجين: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، ثانية: ومما يوقدون عليه في النار صناعة الحلي والذهب وغيرها، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع. إيه المثالين علاقتهم بالموضوع ده إيه؟ قال لك أنت حاجة من اتنين، يا تبقى وادي أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، وادي بقدره. أنت متخصص في الناحية الإعلامية، بتخدم الإسلام في الجزء الإعلامي، وانا متخصص في الجانب الدعوي او العلمي بشتغل فيه، والتالت في الجانب الاقتصادي، والرابع في تربيه، والرابع في تربيه الاولاد، والخامس في الجزء خدمه الناس والسعي في قضاء حوائج المسلمين. وادي امشي في الوادي ده: انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها. مش لازم نمشي بالعرض كلنا، امشي في الوادي اللي ربنا هيسالك عليه، لان ربنا هيسالك انت عملت في الامكانات اللي اعطتها لك ايه. فلك امكانات وطاقات ربنا اودعها فيك، استخدمها. احسن حاجه بتعرف تعملها ايه؟ اللي انت متخصص فيه ايه؟ انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها، ترتيب ربنا وحكمه ربنا. فخليك وادي، انت خليك وادي، وانت خليك وادي، اوديه تسير بقدرها. الاوديه دي لما بتشتغل، لما بتنطلق في الارض وادي، ما انتش نهر، وادي بتطلع زبد، لان الميه لما تشتغل في الارض بتخرج الاتربه وغيرها، اسمه زبد. المثال الثاني: ومما يوقدون عليه في النار، لما يجيبوا الحلي وهو لسه مخلوط بمعادن ومخلوط باتربه ويحطوه في درجه حراره غاليه عاليه جدا. احنا في الاختبار وفي الابتلاء كلنا في الموقد، كلنا في موقد صناعه الذهب. فلما تتخلص منك الاتربه والاوساخ وغيرها، فبيخرج ذهب وتخرج رابش او رايش، مش عارف اسمه ايه، حاجه زي كده. بس الرايش ده ربنا قال عليه زبد، واللي اخرجه الوادي ربنا قال عليه زبد، الاثنين زبد. فهو الموضوع حاجه من اثنين: اما ان تكون واديا او تكون زبدا، واما ان تكون صامدا في فرن الابتلاء والامتحان وصناعه الذهب، واما ان تكون خبسا او تكون غثاء. يقول تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. إذا القضية يا إما تكون وادي، يا إما تكون زبد، يا إما تكون في الفرن بتصبر وتصهر وتكون ذهب خالد مخلد في الدنيا والآخرة، أو أيضا تكون زبد. كذلك يضرب الله الحق والباطل. ربنا بيقول لنا ايه؟ فاما الزبد اللي خارج من الاوديه او اللي خارج من الفرن، فاما الزبد فيذهب نفاء. لكن صاحب الوادي وصاحب الصهر في فرن الابتلاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. كن ذهبا، كن واديا، ده الحل وده القانون. تعال بينا نشوف النماذج الناجحه لصناعه الاوديه، علشان ما تبتئس وما تحبطش وانت مش مسؤول عن العالم كله. هتعمل انت مش سوبرمان، انت امكاناتك في الاخر ضعيفه. لو اتحملت كل المهام دي مش هتنجح في حاجه ابدا. فهون عليك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اشتغل في امكاناتك، اشتغل في طاقتك، وتعال شوف النماذج، وشوف بقى وادي كده دور عليه انت بنفسك واصنعه، وشوف النموذج. النموذج عبد الله بن ام مكتوم، اعمى، اعمى، والأعمى ما عليهش جهاد ومش مطلوب منه يجاهد، ليس على الأعمى حرج، لكنه هو حط في دماغه إنه عايز يموت شهيد. لو هو أنا زي لو زي حالتي، أقول خلاص أنا أعمى وأقعد في البيت مع وربنا رفع عني الحرج. لكن هو بيتكلم عن حاجة ضخمة جدا، عايز يبقى وادي مختلف، عايز يبقى الأعمى الشهيد. فراح لسعد بن أبي وقاص في معركة القادسية بيقول له: يا سعد اكتبني في المجاهدين. قال: إنك معذور. راح تاني وقال: يا سعد اكتبني في المجاهدين. قال: انك معذور. مرة ثالثة: يا سعد اكتبني في المجاهدين. قال: انك اعمى، كيف تجاهد؟ من اخر يعني. شوف بقى لما الواحد يبقى عايز يعمل حاجة وعايز يبقى وادي يعمل ازاي؟ قال له: يا سعد اني اجاهد في مكان لا يحسنه سوائي. انت اعمى جاهد فين؟
قال يا سعد إن أكثر الرمي في المعركة يكون على حامل الراية، فإن كان حامل الراية أعمى كان أثبت، وإن كان مبصرا كان أخوف. ما دارش حد اقول له على فكره اموت شهيد ازاي، لا ده هو عايز الحاجه ومركز عليها، وصدق الله فصدقه الله، قال صدقت، خده من ايده ومسك الرايه وظل ثابتا حتى رزق الشهاده في سبيل الله مخلصا. ما حدش هيعملها لك، انت اللي تصنع الوادي بامكاناتك وطاقاتك مش بالناس. شوف النموذج الثاني، ابو بصير. ابو بصير النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع قريش في الحديبيه ان هو لو حد اسلم من قريش ويجي للنبي صلى الله عليه وسلم النبي ما يستقبلوش، والعكس لو حد ارتد عن الاسلام تقبله قريش. وكانت فيها اكيد كانت هذه الاتفاقيه في شكلها مجحفه، لكن كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم ان فيها النصر، وبالفعل كان فيها النصر. لكن كان من نماذج ابو بصير اسلم بعد الاتفاقيه، فذا للنبي صلى الله عليه وسلم فرده واخذته قريش، فاستطاع ان يهرب منهم ويرجع، فاخذته مره اخرى فقتل من أخذوه وعاد للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي رفض وقال قد وقعنا معهم اتفاقية، قد عقدنا معهم عهدا، فماذا يفعل؟ فهرب أبو بصير إلى مكان بعيد في الطريق، فقال صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو أن معه أحد. فسابوا، لكن دي رسالة، راح أبو بصير وتلقى في الناس الكلمة، فبقى اللي يسلم من قريش يروح لأبي بصير، فكونوا تجمع استطاع ان هو يمنع عن قريش التجارة ويهاجمها في اقتصادها ويهاجمها في امنها، لغاية قريش نفسها راحت تستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا لا نرجوك خذ أبو بصير كن وديا. ربيعة بن كعب رضي الله عنه شاب من الانصار، كل واحد يصنع وادي بنفسه، شوف الوادي اللي انت عايز تخش بيه الجنة ايه، ما حدش هيشوفه لك. سيدنا ربيعة راح حته تاني خالص، راح في وادي الحب. حب مين؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم. كان شاب من الانصار بيقول اول ما شفت النبي صلى الله عليه وسلم امتلأ قلبي بحبه، فما كان اذا ذهب الى العمل يتذكر رسول الله فيعود، فلم ينفع في عمل ولا في شيء من كثره محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقعد يفكر ماذا افعل؟ انا ما عنديش حاجه في حياتي الا حب النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يقول ايه؟ يقول ففكرت ثم قلت لا حل لي الا ان اخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت اترضاني خادما يا رسول الله؟ ده هو عرف بيدور على الوادي بتاعه. قال نعم. فبقول فكنت يده اذا اراد ان يشير ورجله اذا اراد ان يسير وعينه اذا اراد ان يبصر، خدمه خدمه بمحبه. فبقول كنت كان اذا دخل بيته اقول ساذهب الى المسجد لارتاح ثم افكر فاقول لعل لرسول الله حاجة، تعملنا حاجة بالليل كده فأكون موجود، فكنت أجلس أنام عند باب بيتي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه لما حد يهديه شيء أو يحسن إليه مش بيقول له أكثر اللهم سلم كده وخلاص، لا كان يقبل الهدية ويثيب عليها. طب عايز يثيب ربيعة على الحب ده يقول له إيه؟ فجاء في يوم كده وقال له يا ربيعة ألا أدعو لك؟ الله النبي هيدعو له. خلصت دعوة منتهية. لو واحد زي كده او ربيعه ما عندوش اهل ولا بيت ولا زوجه يقول له يا رسول الله بيت وزوجه وفي عربيه يقول له عربيه وقرشين ورصيد، وان شاء الله احنا كلنا مؤمنين ومع النبي برضه. سيدنا ربيعه قال انظرني يا رسول الله، ثم رجع بعد ذلك قال رسول الله اسالك مرافقتك في الجنه. قال او غيرها يا ربيعه؟ قال لا اريد بالجنه بدلا. قال صلى الله عليه وسلم اعني على نفسك بكثره السجود. هو مركز قوي في الوادي بتاعه، زي مطلوب منك ومنك ومنا كلنا، كل واحد يشوف الوادي مع ربنا سبحانه وتعالى يخش منه يشتغل عليه يعيش به ليل ونهار. ابو سعيد مسلمة بن عبد الملك في عهد الدوله الامويه حصل حصن من حصون الروم واشتد عليهم ومش عارفين وجوده اي حل فيه، في جندي بالليل خفية كده راح بجوار الحصن وقعد يعمل فتحه فيه نقب فيه محدش يعرف عنه حاجه، ولغايه ما وصل النقب ده للجانب الثاني محدش يعرف لا من المسلمين ولا من المشركين. في اليوم الثاني في الصباح بدات المعركه والمسلمين بيحاولوا، فهو راح داخل من النقب ده وفتح باب الحصن ودخل المسلمون فانتصروا. مسلم بن عبد الملك بصفته امير
نادى في الجيش بعد الانتصار: أين صاحب النقب؟ محدش رد. مين صاحب النقب؟ محدش رد. قال: عزمت على صاحب النقب إلا جاءني. خلاص الأمير أمر لازم شرعا يستجيب. فواحد ملسم راح وقال له: أنا عايز أخش على الأمير. قالوا له: أنت صاحب النقب؟ قال لهم: لا، أنا ممكن أقول لكم عليه. فدخل قال للأمير: أنا هقول لك أنا صاحب النقب، بس هو له 3 شروط. قال له إيه؟ قال له: إنك ما تقولوش اسمك إيه، وما تبعتش اسمه للخليفة، وما تعطلوش أي جايزة على الموضوع. قالوا له: هذا. قال له: خلاص، موافق على الـ3. قال: أنا صاحب النقب، لا أدري يقول له اسمك إيه، ولا يديله جايزة ولا حاجة. ثم انصرف كمسلمة لما يجتهد في الدعاء كل يوم يقول: اللهم احشرني مع صاحب النقب. محدش قال له اشتغل ده هو شاف الوادي ده. الكلام ده مش في القديم فقط. الدكتور عبد الرحمن الصميط العالم القائد صانع الإغاثة في المنطقة وفي الكويت بصفة خاصة، انطلق إلى إفريقيا فقد عمل إغاثي عظيم، صنع وادي عظيم. كل الأعمال الإغاثة في إفريقيا وذلك تعلمت على يديه وصارت على نهجه، لغاية ما أسلم على يديه 11 مليون. 11 مليون صنع وادي أحسن من جامعات الدنيا كلها. صنع وادي، صنع 10,000 من الآبار، 10,000 من المساجد، 10,000 من المدارس. صنع وادي، فاصنع وادي، كن واديا. إن ما كنتش وادي هتبقى زبد. علشان كده محتاجين نعيش هذه الحالة. تعال بينا نشوف الناس بقى لما مبقتش أودية أو تركت الأودية وعايز ينتظر الحل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده: وطنوا أنفسكم، إذا أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا أن تتجنبوا إساءتهم، ما تبقاش مع الناس. لذلك ربنا قال لنا إيه؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ما تمشيش مع الكثرة. العقل الجامعي ده ما تمشيش معاه. شوف أنت إيه؟ أنت ليك خصوصية. أنت ليك خصوصية. اسأل ربنا بصدق وهيفتح ليك سبحانه وتعالى. اسأل ربنا أنك تكون صادق أنه يفتح ليك باب. ربنا هيفتح ليك يقينا سبحانه وتعالى. ونترك التلاوم. أصل ده السبب وأنت السبب وهو السبب. أبدا، نترك التلاوم تماما. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستعين به سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. شوف هو فين. ولا تعجزن، ما تقولش أنا ضعيف أنا مش عارف أعمل إيه. وإن أصابك شيء لا تقولن لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. فاحرص على ما ينفعك ولا تعجز. ما تقولش انا هروح فين وانا هعمل ايه. انت تقدر تعمل، ولكن انجح في الوادي اللي انت فيه. ثم بعد ذلك نرى نماذج القرآن ذكرها. ضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. شوف الصفات دي كده. أبكم، لا يستطيع البيان ولا الإيضاح ولا المعرفة ولا القول. مش أبكم إنه أخرس، لا، ده هو ما عنده شيء، ما بينطق ما عنده، لا يتلفظ، لا يقول الحق، لا يصدع بالحق، لا يدعو الحق. أبكم، لا يقدر على شيء، عايش وخلاص، مش عارف هو عايش ليه. ده مش ممكن يكون مؤمن حقيقي. المؤمن القوي خير واحب والله المؤمن الضعيف. مؤمن قوي، مؤمن بيأكد في كل مكان، بيثبت انه موجود. ثم كل على مولاه، عايش عاله على الحياه. والناس دي لو ماتت ما بتحسش بيها، لو عاشت ما بتحسش بيها. ده اللي اسمه عادي. عادي لما يموت، عادي لما يعيش، عادي لما يتجوز، عادي لما يخلف، ملوش قيمة، ما أثرش في الحياة. كل على مولاه أينما توجهه لا يأتي بخير. في ناس كده ما تبعتوش في مصلحة إلا ويرجع مخسرها أو مبوظها أو مفسدها، أو يقول لك ما نفعتش أو ما نجحتش، ما تدخلوش في مشروع إلا أفشله. مش ممكن ده يكون وادي ناجح أبدا. ثم من يأمر بالعدل فعال بناء إيجابي صاحب أودية مش مستخبي وهو على صراط مستقيم. ما ينفعش يأمر بالعدل وهو على عوجاج. ما ينفعش يأمر بالعدل وهو ظالم. ما ينفعش يأمر بالعدل وهو مش ملتزم بالعدل وهو على صراط مستقيم. النبي علمنا صلى الله عليه وسلم إن في فئة، والقرآن علمنا كده، إن في فئة هيجوا يوم القيامة غير متمسكين بدينهم، وما نجحوش في حاجة، وما فلحوش في حاجة، وكانوا يائسين، وكانوا محبطين،
ربنا يسألهم أين كنتم؟ كنتم فين؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. ما فيش حاجة اسمها استضعاف مع ربنا سبحانه وتعالى، لأنه أعطاك إمكانات. أنت استخدمت الإمكانات ولا لا؟ لو استخدمت الإمكانات وبقيت وادي يبقى مش مستضعف، يبقى دي إمكاناتك. كنا مستضعفين في الأرض. قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إذن لا يوجد تبرير للاستضعاف، لا يوجد تبرير لأنك تقعد، لا يوجد تبرير أنك أنت تترك تلك الأودية وتترك العمل في سبيل الله سبحانه وتعالى. اصنع لنفسك وادي. ولذلك احنا محتاجين نتعرف على معينات تساعدنا ان احنا نكون أودية، وان احنا نطبق قانون الأودية. وبنأكد اذا لم نكن أودية سنكن خبث، اذا لم نكن أودية سنكن زبد. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. من أعظمها، وده في كل القوانين، إنك تدعي ربنا سبحانه وتعالى اللهم افتح لنا بابا ندخل منه إليك ونلج منه عليك. اللهم افتح لنا بابا ندخل منه إليك ونلج به عليك. اللهم لا تشغلنا عنك، اللهم اشغلنا بك. لو صدقت في الدعاء ده ربنا هيفتح لك باب، وهيفتح لك باب للعمل وباب للتوفيق. ابن عطاء له تعبير جميل قوي في المعنى ده، بيقول ايه؟ بيقول لا تطلب منه ان يخرجك من حالة ليستعملك في غيرها، فلو ارادك لاستعملك من غير اخراج. لا تطلب منه أن يخرجك من حالة ليستعملك في غيرها، فلو أرادك لاستعملك من غير إخراج. لو أنت صدقت هيفتح لك أبواب الاستعمال وأبواب الاستخدام وأبواب التوبة وأبواب الهداية. أنت أصدق في كده. كمان علشان نبقى أودية محتاجين نتعاون، نتعاون مع بعض، مش نتدابر. مش أنا عشان أنجح لازم أفشل مشروعك، وأنا عشان أنجح لازم أهاجمك، وانا عشان انجح لازم اقول ده سيء وده سيء وده سيء وانا ساكون اسوأ الناس. ربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. بصين بيتعاونوا مع بعض ننجح بعض، ودي بيسموها صناعه النجاحات، ان احنا نصنع نجاحات. انت دلوقتي انت عمال يقول لك انت فاشل في دي وانت فاشل في دي وانت انا اقول له لا أنا مش فاشل، إحنا بنصنع نجاحات، نصنع نجاحات عشان ندي أمل لأبنائنا ولأجيالنا إن هذه الأمة ستنجح بإذن الله تعالى، نصنع النجاحات. عندنا فريضة غائبة اسمها فريضة الإتقان. إتقان العمل. إن إحنا نتقن في العبادة، نتقن في العمل، نتقن في التعليم، نتقن في كل أعمالنا، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه. ولذلك ربنا يقول: ليبلوكم أيكم أحسن، مش حسن. لن نمتحن في الحسن، نمتحن في الأحسن. والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن، لم يقل من يضيع، لا يضيع أجر من عمل. العمل العادي ده مش مضمون، ما معاش ضمانة. اللي معاه ضمانة إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فنتقن، والإتقان مفتاح الأودية، والإتقان مفتاح النجاح، والتعاون مفتاح النجاح، وإن إحنا كلنا نكون صناع نجاح، نصنع نجاحات ونظهر الحسنات ونشجع بعضنا البعض. بإذن الله تعالى سنرزق الاستخدام، سنرزق التوفيق، سنرزق السداد. أخيرا قانون الأودية: إما أن تكون واديا في إمكاناتك وتخصصك، أو أن تكون زبدا، وإما أن تكون صابرا في محنة الفرن حتى تكون ذهبا صافيا، وإما أن تكون رابشا. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أسأل الله تعالى أن يستخدمنا وإياكم في أحب ما يرضيه، وأن يفتح لنا بابا ندخل منه إليه ونلج منه عليه ويرضى به عنا، له ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يموت الإنسان ولم يكتشف ولم يستفد بعد من أغلب الإمكانات والطاقات التي منحها الله له. كن واديا يشق طريقه ويجتاز ما يلاقيه من عقبات، ولا ينتظر من يشق له الطريق، ولا تستوحش الطرق. كن واديا لا يشغله أن يظهر، ولكن يشغله أن يستمر وينفع، وتيقن أن الخلود مصيرك. لا تقنع نفسك مهما طال أمدك أنك البحر وحدك، أو تنتفخ فتظن نفسك السيل. ولا حاجة لك بالأودية، بل عليك أن توثق الصلة بكل واد، فلا تدر الخير في أيها والمدد من أيها، فأنت بها والسيل لن يكون إلا بكم. كن واديا لا تنشغل ببقية الماء الذي كان معك في السحاب أين ذهب، فكل ميسر لما خلق له، وقد سخرهم الله تعالى في أودية أخرى. كن واديا متدفقا غير منشغل بذكر مساوئ الركام وحقارة الزبد وخطورة الحشرات والجراثيم التي تملأه، أو الرائحة العافنة التي تفوح منه، وإنما واجبك أن تنطلق مجددا، وأن تصنع لنفسك مسارا محددا، وأن تتيقن أنه كلما أغلق أمامك باب فتح الله لك بصدقك عشرات الأبواب. تأكد إن لم تكن واديا متدفقا منطلقا، فيقينا ستكون زبدا رابيا، سرعان ما يلقي بك السيل فتصير جفاء، لا قيمة لك ولا أثر، لا بقاء لك ولا نفع، فسنة الله جارية لا تبديل لها ولا تحويل. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبل فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، فاختر لنفسك طريقا.